السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الأربعاء 31 يوليو 2019 في مرالي عثير من أبها البهية. أجواء أبهاوية بهية وراية في مدينة أبها، والي عسير في جميع فعاليات لمدة 3 أيام في هذه المنطقة. جميع فعاليات تنفيذ كله ممتاز. العافية على هذا الجمال وهذا التنظيم الرائع. إيش الأمل للأمام فيما يخص الراليات؟ ما شاء الله اشوف السنوات هذه الاخيره بدات تنشط في مدن، يعني كان في حائل بدات تنشط في مدن اخرى. ايش المأمول وايش الهدف ان شاء الله؟ بالعكس احنا املنا الحمد لله كبير وطموحنا كبير مثل طموح قادتنا الحمد لله. احنا الان نشوف في نهضه وفي يعني تطور كبير في جميع المجالات في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد في المجال الرياضي وسباقات السيارات. الان والحمد لله للمره الاولى يكون عندنا بطوله سعوديه للراليات، هذا ما كان فيه، كان عندنا راليات صارت في منطقه حائل وفي جده وفي الشرقيه وفي عسير وكلها انقطعت بسبب عدم وجود الدعم. لكن الحمد لله الان بدعم الحكومه الرشيده الان وبدعم سمو امير المنطقه وبدعم سمو رئيس الهيئه العامه للرياضه نشوف الان عندنا بطوله وعندنا استضافه رالي دكار العالمي اقوى واشهر واصعب رالي. فالحمد لله يعني في حراك كبير، الرياضه في تطور، احنا في ايدي يمينا واحنا الاتحاد حنعمل ما بوسعنا على اساس ان احنا نخدم المناطق ونخدم الرياضيين نقدر ننظم لهم بطولات بدل ما يسافرون عناء السفر يشاركون خارج المملكه. لا بالعكس، المملكه العربيه السعوديه قاره موقعها الجغرافي استراتيجي التضاريس المختلفة نقدر احنا نسوي بطولة في المملكة. حتى دكار لو تلاحظ دكار عادة الفكرة منه انه يروح لمدن كبيرة، السنة هذه السنة الجاية ان شاء الله في 2020 بس في المملكة لان مساحتها كبيرة وفيها تضاريس مختلفة. فالحمد لله عندنا جميع المقومات وعندنا عزم قادة عندنا طموح عندنا امل وحنا ان شاء الله لابد من نواكب ونقدر نخدم زي ما قلت لكم السائقين. والحمد لله شاهدنا بطولة المملكة وشاهدنا دعم ل70 متسابق سعودي من القيادة رشيدة وهذا أعطى حافز للمتسابقين السعوديين أنهم يشاركون ويستمرون، لأن احنا عندنا معاناة السائقين ما عندهم الإمكانية المادية أنهم يشاركون في البطولة. باليالا يسوون رالي في السنة راليين. فانحرصنا أنه لما تقام هالبطولة أن الجميع يشارك، ما ودنا نقوم بطولة من 5 جولات والمتسابق السعودي ما بده يشارك فيها، فالحمد لله تجاوبت معنا الحكومة وصار في دعم. نسوي سيد الوديعة والآن نجري ثمارة الرالي عسير. آخر رالي عسير صار في 2016 كان عدد المشاركين فيه قرابة 25 والآن الحمد لله في النسخة الثانية من رالي عسير حدود 45. ففي يعني إقبال كبير وهذا زي ما قلت بفضل الدعم. وحنا نبغى نطور هالرياضة ونبغى نعطي شبابنا اللي يستحقونه في بلدهم وإن شاء الله يعني نأمل أنه غير رالي دكار نأمل يكون عندنا استضافات تكون جولات البطولة السعودية 2 منها تكون بطولات عالم إن شاء الله غير رالي دكار. بعدين سمو الأمير يعني هذه الملاحظة هذه أشوف عمر الشباب عندهم حب للسيارات زايد شوية طاقي في الألعاب حقتها هذه في الممارسات الرياضية مو من الآن من زمان يعني حتى كانوا يمارسوها بطريقة غير صحيح غير منظمة وغير هذا. فأظن في بدا إقبال عندكم عليكم بكثرة. يعني أنت خلينا نشوف مثلا رياضة السيارات عموما شعبيتها في العالم هي ثاني رياضة بعد كرة القدم. فيعني وبعدين هذه الرياضة يعني رياضة ممتعة لكن خطرة إذا مورست بشكل غير نظامي في أماكن غير مخصصة. فاحنا لابد أن طبعا نستغل ويعني إقبال الشباب وحب الشباب لهالرياضة وأن احنا نوفر لهم بطولات ونوفر لهم اماكن مخصصه يقدرون يمارسون فيها الرياضه. فهذا الحمد لله يعني الان احنا نشتغل عليه في الاتحاد يعني صار عندنا بطوله راليات لكن ايضا نبغى سباقات سيارات مو راليات مش درفت واستعراضات اللي هي السياره. فنبغى يكون عندنا فعاليات على طول السنه
وأماكن مخصصة لأي شاب يحب يمارس هالهواية إنه يقدر يكون يجي في مكان مخصص بإشراف الاتحاد، مواصفات عالمية، مواصفات الأمان، يقدر يمارس الرياضة، يقدر من خلال هالفعاليات الصغيرة وما نقول السباقات، من الأيام العادية اللي يمارس فيها الرياضة يقدر يطور مهاراته ويقدر يبرز نفسه. فإن شاء الله يعني حنشتغل إنه يكون في جميع مناطق المملكة أماكن مخصصة مفتوحة على مدار السنة للي يحب يمارسه، يجي يحب يمارسه كممارسة وغير السباقات، لأنه في الأخير إحنا كسباقات نحتاج يكون عندنا تغذية. فإذا إذا إذا الشاب ما لقى مكان يمارس فيه الممارسة، يعني أول شيء نبغى يفرغ طاقته بشكل سليم، ما نبغى يروح يفرغ طاقته في الشوارع يعرض نفس الخطر ويعرض الخطر، لا، فهذا واجبنا. نطمح إن شاء الله، إحنا شغالين مع طلبنا أن يكون في تخصيص أراضي، يكون في ميزانيات لتشغيلها لأماكن، إن شاء الله يعني الحكومة ما حدث. مهندس عمار قاضي مدير الرالي، الشخص يعني أعطينا نشوفكم ما شاء الله محظوظين، يعني ما شاء الله جيناكم في ديراب الوقت كان جو بارد وحلو، والآن ما شاء الله عسير وأبها الجو جميل وتنفذ وتنظم الرالي هذا. إيش الأفكار اللي عندكم؟ كلمنا عن الرالي هذا، إيش هو؟ إيش حتنظمه؟ إيش الأيام؟ إيش البرنامج حقه؟ الرالي هذا هو الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات في 5 جولات، فهذه أول جولة، فهو انطلاق البطولة أول مرة تصير في السعودية بطولة من 5 جولات مثل الدور يعني. فهذا حدث يعني مميز غير الراليات الأخرى، هذيك منفردة ما لها بطولة، هذه بطولة في السعودية، السعودية ما قد سوت بطولة راليات أبدا، هذه أول بطولة تصير، وهذه أول جولة، حدث مهم جدا، أول طاق جولة وبطولة سنوية، مو بطولة سنوية، هذه سنة العام هذا 2019 والسنة القادمة بعدها، فهذه بدايتها. الشيء الثاني، هذه البطولة في أول مشاركة نسائية في السعودية، أول متسابقة تشارك معنا سعودية، لكن امرأة تسالت في الراليات، هذا أول بطولة، اللي يمين يارا من مصر، وهذا حدثين. المكان طبعا عسير، جو لطيف وبالصيف، وهذه ميزة أخرى في المنطقة، ما يمكن تصير أي راليات، الجو حار بالصيف ما عدا عسير، فهذا ميزة، وكل المتسابقين يعني تشوقوا للرالي العسير لأنه متوقف، الراليات طول الصيف هي واقفة ما في بطولة، فهذا كان حدث ميزة. طبعا مهندس عمار يقول بس عسير، طبعا احنا من يحرج شوية نبغى في الطائف برضه، في الصيف يصلح الطائف، نبغى يكون فيه يصلح الطائف، هذا طبعا بطولة تحديدة ومواقعها الاتحاد السعودي، نعم، ممكن التنسيق ممكن نقترح عليها، لكن السائل نشاط رياضة السيارات بادئ بقوة كبيرة، وفي مشاريع أكثر كبيرة من السابقة يعني. لا جدا جدا فرق كبير، وبادئ والآن فرق اهتمام، وعندنا عديد من البطولات الآن في الطريق اللي ما طلعت غير البطولة هذه، وعند كثير بطولات إن شاء الله بطلع قريب. وكان الرالي هذا مع عروض مصاحبة، كانت الأمير تركي بن طلال أضاف على الرالي إضافة مهمة جدا ومميزة، اللي هي رالي العائلي أو اكتشف عسير، عبارة عن رالي العائلة، كل عائلة تشارك فيه بسيارة عادية بسرعة نظامية، نعطي العائلة مسار مثل مسار الرالي لكن على اسفلت وعلى شوارع، يمروا على قرية من القرى التراثية اللي الأمارة والمنطقة مهتمة تحييها، وقرى تتفاجئ القرى هذه، قرى كبيرة تراثية قديمة كبيرة جدا ضخمة، ما زالت بحالة جيدة، فيمروا عليها يخلوا صورة يسووها هاشتاج يرفعوا على رالي عسير، ونسوي جائزة أحسن صورة، يرجع إحنا آخر النهار بوقت يعني طبيعي أو متأخر، إذا رجع وقت بكر عليهم غرامة لأنهم سرعوا عدوا سرعة طانية، إحنا حاسبين الوقت، فعندنا كل يوم مسار مجموعة قرى، هذا كان إضافة كبيرة على الرالي هذا، رالي عائلي ما كان موجود، والمشاركة العوائل تفاعلت فيها، وعندنا فيديو آخر الرالي حنطلعه حيغطي الموضوع هذا، الرالي العائلي جدا مهم، حيعطيك حيكون تم الناس تاخذ صورة منه، لأن فكرة الرالي العائلي فكرة جديدة، وفكرة مشاركة العائلة كلها برالي بسيارة عادية، ويتعلموا التوقيت ويمروا على قرى تراثية يحيوها يبينوها، فهذا كان إضافة كبيرة. الله يعطيك العافية بارك فيك أستاذ عبد الله بخشب، عاد أنت رمز من رموز الراليات في الوطن،
أظن معك كان ممدوح خياط. ممدوح خياط قبل شوية. قبل شوية تكبروا يعني. بصغر نفسي. الله يعطيك. ثقافة كنت أول في الخارج صح؟ صحيح. يعني كان أغلبها تمارسوها في الخارج. صحيح. وكان حلمنا أن نتسابق في بلدنا. الآن الحلم يتحقق الصراحة، وأنا يعني سعيد، لكن للأسف أنا اعتزلت، ولكن مبسوط أنه أنا بننظم سباقات على أساس أن السائقين تعطيهم خبرتكم. طبعًا هل نشوفها منتشرة في باقي المدن؟ أنا نشوف مركزين على كذا مدينة بس. الآن كانت على حائل أكثر شيء الحقيقة، ولأنه كانوا هم نشيطين وأمير المنطقة مهتم كثير في الراليات. الآن صار في بطولة للمملكة تكون في عسير والقصيم والرياض والنيوم والعلا وحائل والشرقية، هذه كلها صارت الآن يعني بطولة السعودية للرياضات الصحراوية. رياضة الصحراوية. نعم. يعني هنشوفها قريب في مدن أخرى. زي الطائف. نعم زي هذا أول سباق في الشهر بعد شهرين. هيكون في القصيم وبعد القصيم الرياض. آسف العلا نيوم وبعد العلا نيوم الرياض وبعد الرياض اللي هي الشرقية. الشرقية. نعم إن شاء الله. شكرا لك. تعرف نفسك. الله يعطيك العافية. معكم فلاح الجربة سفير شبولية في الشرق الأوسط. للأمانة أول مرة نزور منطقة عسير وبالذات مدينة أبها. نسمع فيها كثير. أول مرة زور أبها. إيه والله أول مرة. مو كرالي حتى شخصي. كزيارة. نسمع فيها والله كثير، ولكن الواحد ما يصدق لين يشوف فعلا. يعني غير الأجواء، غير الأشياء اللي انتم تشوفونها كلها، طبيعة الناس، حب الناس، زحمة الناس والجمهور، هذا هل التشوق لهالرياضة وحرصهم فعلا على تأديتها في أماكن السليمة، هذا يبين فعلا أنه التوجه بدأت تطلع الملاحظات، بدأت الشباب كلهم يحاولون يتوجهون. وجود هالفعاليات، وجود هالبطولات، هذه سبب للناس اللي عندهم هالطموح بدال ما يكبت يوجد هالمتنفس. تقدرون تشوفون أنواع الفعاليات، الدراجات لهم نصيب، دراجات الكفرين لهم نصيب، السيارات لهم نصيب، سيارات الدفع الرباعي لهم نصيب. فزي ما تقولون هذا المكان الواحد يجي وينفس عنده، والآن صار اللي يطلع ويخالف في الشارع تقدر انك تقول له صارت في اماكن موجوده. الله يعطيكم العافيه، ولكم وعد ان شاء الله ما هي اخر مره نجي للمنطقه ونستعرض عندكم. هذا من عندي انا تصريح ان شاء الله. بنعطيك وقف كمان ابو دن اخرى. والله احنا نتكلم في ابها اليوم. ابها ايه ما هي اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. ابغاك تكلمنا عن انت دخولك هذا المجال كذا على السريع، من متى وش؟ قبل لا تبدا الحلبات ما عندي شيء والله اخبيه، بدينا للاسف في الاماكن العامه قبل اكثر من 10 سنوات او 12 سنه. بعدين توجهنا كتجربه انه خلنا نجرب في الحلبه، والان صرنا احنا نطلع ناس وشباب من الاماكن العامه الى الاماكن الحلبات، ولله الحمد عندنا ناس كثير وصلت ابطال وصاروا ينافسون. كانوا يجون عندنا الحلبه كمارشل، بداوا كمارشل، بعدين بداوا اوفيسرز، بعدين بداوا سواقين في الافريقيا. وهذا ما هو صعب على اي شخص، ما هو صعب جدا. واذا كان وطيف. أنا الأخ فلاح الجربة. إيه. أول مرة يتعاون معاه بكامل عادني أعرفه، لكن أعتقد أنا هيتعاون معاه على طول، راح يكون شريك في كل أي حدث رياضي يكون كل لي علاقة فيه إن شاء الله. فلاح يكون مهندس عمار وفلاح برضه معاك يجاوب على السؤال. زمان ما كان في راليات هنا، لكن كان عندنا نجوم على مستوى العالم زي باخشة والخياط وغيره. الآن مين في يعني في راليات في زي مين كمان تابعين؟ في عندنا اثنين أبطال. إيه كل اسماء. خذوا كأس العالم. إيه. كأس العالم على تيتو. أحمد الشقاوي. إيش التيتو؟ عشان نصيف. هذه السيارات طلعت فوق هذه. هذه اللي دوبك. هذه كلها فيها تي ون تي تو الفرق داخلي. إيه. فهذه السيارات يعني. فياسر السعدان أخذ من كم سنة بطل العالم على بطولة تي تو. والتي 3 والتي 3 تي 3 ولو أخذ التي 1 الصغيرة اللي صغيرة التي 3 ولو أخذ التي 1 حيكون أول شخص بالعالم حق ثلاثية حقك ثلاث فئات فإن شاء الله. شباب ما شاء الله. أحمد الشقاوي أخذ العام والأولة العام العام الآن أخذ بطل العالم على تي 2 أنا طالع بس بالإعلام ما غطيهم. فيعني إذا أنت موجود ممكن نقابل معهم مقابلات أخرى. إيه موجود. إيه موجودين مشاركين. الأبطال موجودين، بس الزحمة على السوشيال ميديا هي اللي شوي يعني ممكن تشغل بعض الناس. بس وجودكم أنتم الناس لو ما تتابعكم وتشوف ما حيوصل هذا الشيء. اليوم حيوصل بس للناس الموجودين. مهم تغطيهم. الميديا هي تعتبر أهم عنصر من نجاح الفعالية واستمراريتها. ولا الفعالية تنظم السنة الأولى الثانية إذا ما كان في استمرار في الميديا. وإن شاء الله بالعكس أنا أول رالي للأمانة أحضر.
فعلا استمتعنا الترتيب التنسيق وحرص المهندس عمار شخصي انا هذه كلها بوجه التليفون يعني كل شوي قالوا المهندس عمار معنا في ادق التفاصيل وهذا دليل نجاح هذا رياده الاعمال ما تحتاج الا واحد تكون ماشي عليه الله يسلمك الله يسلمك بكره ايش حيكون فيه بكره عندنا مرحله استعراضيه الساعه 4 العصر المنطقة المجاورة هنا استعراض يعني سيارات لا 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 هو سباق رالي لكن مرحلة قصيرة 2 كيلو اوه بس هو يسموه استعراضي لانه في منطقة محصورة الجمهور يتفرج عليها فقط لانه محصور ويتفرج على الجمهور يسموه استعراضي للجمهور يشوفه الرالي الباقي طويل 100 كيلو ما يشوف الجمهور فما يسموه مرحلة عادية ما هو مرحلة عادية بس قصيرة يسموه استعراضي بكرة استعراضي بكرة ان شاء الله مرحلة طبيعية تسجل وتحسب من الرالي ومرحلة عادية لكنها قصيرة وتحدد مين ينطلق ثاني يوم الترتيب الاول ثاني ثالث حسب سرعاته بكره العصر ان شاء الله وبعده بعده في عندنا الصباح الخميس طبعا المرحله الفجر خميس عندنا الجمعه المرحله الاولى بعد الاستعراضيه والجو السبت المرحله الثانيه والسبت في المساء تتويج الفايز رالي رالي هو الرالي عباره عن ثلاث ايام ثلاث ايام اخر يوم تحسب كلها 2 كيلو بيجيب. لا 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 اول واحده 2 كيلو الثانيه 80 كيلو 80 الثالث في البر في البر في طريق بيها يعني حنروح نشوف ولا ما محلات معينه فقط معينه نشوفهم يوم يمروا نحدد احنا وفي المرحله الاخيره 100 كيلو برضو الطريق ينتهوا منها ويجوا هنا للتتويج كم عدد المشاركين في الرالي 40 اليوم مروا 40 سياره 40 سياره طبعا كل سياره فيها اثنين الأساس وملاح الملاح دور مهم إن هو اللي يدل الطريق الطريق ما يعرف السواق ما عنده خبر فيه يخيب بالليل يفتح كتاب زي الخرائط حقت جوجل في الجوال يفتح كتاب ويدرس على الملاح وثاني يوم هذا يشوف بسرعة وثاني وجهه اليمين يسار الجير كيف كم الوقت حيكون سواق كيلو ثلاث ساعات أربع ساعات في البري كله نهار كله نهار ألين ألين النهاية كله نهار ما فيها اماكن صعبه كذا الا فيها صعبه نطي مويه وخش حسب تكتب تخيب انه ترى في عندك طلع عندك عندك مطب عندك اذا في مويه تكتب عواقبك مشارك بكره احنا في الاستعراض خلاص اتكلم معاك في الشط خلاص ابد حياك الله انت ماشي بنفس ابوك بنفس الهوايه ان شاء الله ايوه شاركت في لا لسه لسه تدريب ها تدريب في جده عايش ولا جده عايش في جده صار كم سنة طالع ثاني ثانوي وتابع الراليات وتابع تروح مع أبوك أي. أبوك لازال يشارك ولا لا خلاص صار ضيف شرف الله يعطيك العافية إيش أعلى شيء وصل له أبوك في الراليات زمان مرة أنا ما أعرف ما تذكره ما أذكر أبوك لازم تحفظه ما كنت مولود وقتها طيب الله يعطيك العافية بطل الراليات حمزة عبد الله بخشت جدا كم تحيرنا ولا تنصفنا كم تحيرنا ولا تنصفنا ولا تتجبر ولا تتأمر ولا تتجبر ولا تتأمر إلا علينا علينا عيني علينا علينا ولا تتجبر ولا تتأمر
إلا علينا علينا عيني علينا علينا. نحن غلبنا معاك عيني علينا علينا نحن كوانا هوا عيني علينا علينا نحن غلبنا معاك عيني علينا علينا نحن كوانا هوا. كم تحيرنا ولا تنصفنا كم تحيرنا ولا تنصفنا ولا تتجبر ولا تتأمر ولا تتجبر ولا تتأمر إلا علينا علينا عيني علينا علينا. سببتي لينا المشاغل عيني علينا عليك تسقي الحنان للعواجل عيني علينا عليك سببتي لينا المشاغل ولا تتأسف ولا تتأفف ولا تتأسف ولا تتأفف ولا تتجبر ولا تتأمر ولا تتجبر ولا تتأمر إلا